ورجعنا لكم تاني مع أهم فقرة مع اللاعب محمود فراج، لاعب عديد من الأندية. زي ما عودناكم هيبقى معانا كل حلقة بعض الفقرات المختلفة عشان نقدر نشتغل على مشاكل الناشئين وأهم الملفات اللي قلنا عليها في بداية افتتاحنا في البرنامج. معايا اللاعب محمود فراج ابن سوهاج. ازيك يا محمود؟ الحمد لله تمام يا كابتن كريم. عامل ايه يا حبيبي؟ منورني. بنورك يا دولي. محمود انت لعيب مواليد 2000، تمام. عايز اعرف اهم بداياتك مع الانتاج الحربي. رحت اختبار عادي زي اي لاعب، وربنا كرمني اول اختبار وطلب اوراقي ونزلت مع الفريق كابتن احمد، تمام. ونزلت اول شهر كنت من النوع اللي انا خايف طبعا، جاي جديد على النادي وجاي جديد على الفرقه، كنت يعني متوتر شويه. طبعا الكابتن احمد شافني قال لي انت خايف ليه؟ العب عادي زي ما كنت عارف الاختبار. طبعا اداني طبعا الدفع، قال لي غلطاتك ممكن تغلطها في ان احنا في التمرين هنعالجك. كان وقتها الكابتن ماهر همام كان رئيس قطاع للانتاج الحربي. طبعا رئيس القطاع لما يمسكه كان لما يجي يمسك القطاع لعيب كوره، كان لعيب كوره قديم، فبيفرق معاكم طبعا. شيء اكيد طبعا. فتره الانتاج اللي استفدتوا منها او ايه اللي قدرت تستفاد بيه؟ استفدت طبعا الدفعه من كباتن كبيره وكباتن محترمه في النادي، ويعني يعني ادونا التعليمات وكان في تفهيمات في الملعب، الغلطات في التدريب يعني في الماتش مش هتقدر تعالج، اغلط في التدريب هنعالجك، انت عارف ايه غلطاتك وايه اللي انت فيه، ساعتها بيضطر انت عليه يعني بتعالج. محمود اهم الكوادر زي ما احنا قلنا، طبعا انت عارف الناشئين تمر مرحله فريق اول. الانتاج خدت فيه فتره قد ايه؟ خدت يعني موسم يعتبر يعني 6 شهور. محمود معايا ليك واحد من اهم المربيين او من اهم اللي اكتشفه محمود، كابتن خالد ابو الحسن. صباح الخير يا ابو الكباتن. الو. اهلا كابتن كريم. كابتن خالد ابو الحسن صباح أهلا. الخير. صباح الخير. صباح الخير يا كابتن كريم. حبيبي اي اخبار سوهاج واخبار اهل الصعيد؟ والله كلهم بخير، يسلموا عليك، كل سنه وانتم طيبين. حبيبي يا كابتن محمود. كابتن محمود، كابتن خالد سوري معلش، عايزين نعرف اهم الكواليس عن محمود او اهم بداياته. محمود لاعب الانتاج الحربي السابق ولاعب ام بي والسكه الحديد ومنتخب سوهاج. عايزين نعرف ازاي كان اكتشافك لمحمود في الفترات اللي فاتت او اهم الكواليس عن محمود. كابتن محمود ده انا عرفت محمود في ثالثه اعدادي، يعني في المرحله الاعداديه كان في دوري المدرسه عندنا، وكان قال لي المعلم التربيه الرياضيه الاستاذ اكرامي ان عندي لاعب كويس خالص تعال اشوفه. فانا رحت الدوري اشوفه، لان انا طبعا بكتشف الموهوبين عندنا في القريه وفي المركز. وبعد كده كان لي دور محمود معايا في كل التصفيات في الاداره، ربنا كرمه بعد كده وصعد معانا في المرحله الثانويه، واتخذ 3 سنوات متتاليه منتخب ثانوي محافظه سوهاج وماتش في المحافظه 3 سنوات، طبعا دي صفقه على مستوى الجمهوريه. فدي كانت بدايه محمود بالنسبه لي. انا طبعا يعني اعتبر ان انا اكتشفت محمود في الملعب الصغير، ولكن بدات اخده معايا في الملعب الكبير على اساس ان انا اشوف يعني امكانيات محمود ايه في الملعب الكبير. فنجيب محمود من اللاعبين اللي هم الموهوبين راس حربه، امكانياته حلوه، جسمه حلو، استلام الكرة كويس، التصرف في ال 18 مع الكوره حلو خالص. وبرده لما كنت برده يعني حب برده انزله كصانع لاعب تحت. كابتن خالد اتفضل. في مفاجاه حضرتك يمكن ما خدتش بالك منها، حضرتك بتقول انك مكتشف محمود من المدرسه. ايوه. يعني اصبح ان كده ان محمود لاعب الانتاج الحربي ولاعب ام بي، هنقول مش هنقول لاعب ام بي، خد فتره في ام بي ولكن حط رجليه في المكان ده فاثبت نفسه. والسكه الحديد انت حضرتك مكتشفه في مدرسه في سوهاج؟ ايوه. دي كان اسم المدرسه ايه؟ الكرامه العزبيه بالجلاويه سابقا. تمام. يعني يا كابتن خالد يعني كده يعني نقدر نقول ان احنا ممكن نكتشف لاعبين من خلال المدارس؟ طبعا. هي الكوره في الصعيد فعلا بتفاجئنا كل فتره. وكان اخر جلساتي مع معالي الوزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي اتكلمنا، كنا عاملين حاجه بس كنا عاملينها في اسوان، تمام. يعني كنا عاملين زي مبادره ما بين وزاره الشباب والرياضه وما بين المدارس، كنا بنطلع منها منتخبات.
ولكن ان هي توصل بالشكل ده وتحط قدامي نجم بالشكل ده، مش عايز ابالغ في كلامي ممكن تكون شهادتي مجروحه. فانا يا كابتن خالد بشكرك فعلا على عينيك الجميله وعلى اهتمامك بالرياضه في بعض المدارس. اتمنى يا كابتن خالد يكون في بيننا اتصال بعد الهوا، بحيث ان احنا نقدر ندور في الصعيد على نجم او لاعب زي محمود ان شاء الله. فطبعا كابتن خالد وجه كلمه اخيره لمحمود. يا محمود ربنا معاك ان شاء الله يا حبيبي، وان شاء الله اشوفك في احسن فريق في مصر ان شاء الله يا كابتن. حابب تقولي بقى لكابتن خالد؟ ولكن انا يعني اتمنى ان اشوفك احسن فريق في مصر باذن الله، وربنا يوفقك يا ابني ان شاء الله. عايز كلمه طبعا لابوك ووالدك الكابتن خالد. طبعا الكابتن خالد ده يعني ليه فضل كبير بعد ربنا، تمام. وكابتن خالد ده من الشخصيات يعني محترمه جدا، ولعيب دارس كوره كويس ونزل ملعب وعارف ايه قوانين الملعب وعارف يعني ايه في الباصات الاخضر، تمام. كابتن خالد ده من المدربين عاليه جامد في الملعب، وربنا يكرمه ان شاء الله اشوفه في حته احسن. اهم التفاصيل اللي جت في ام بي، ام بي ايه لحظه ام بي، ايه اللي حصل في ام بي؟ لحظه ام بي جالي اتصال هاتفي من احد يعني الناس الاداريين في النادي. طبعا رحت نزلت تمرين مع الفريق والحمد لله ربنا كرمني كابتن جمال السيد، طبعا كله عارف كابتن جمال اكيد طبعا، كابتن عماشة طبعا، مدربين عالي وكابتن محمدين، تمام. ورحت طبعا كشفني قال لي انت لعيب كويس ومهاجم بتضغط ومهاجم سوبر. قال لي برضو كان احنا عندنا برضو كان عندنا طبعا شبهني بنجم كبير قوي كابتن عمرو زكي، طبعا يعني خدت دفعه كبيره. خدت دفعه كبيره. رحت السكه الحديد، قعدت قد ايه في السكه الحديد؟ قعدت موسم. موسم كامل في السكه الحديد. ايه اهم الكواليس والتفاصيل اللي كانت في السكه الحديد؟ السكه الحديد يعني كان المشكله عندي كان مدربي طبعا الكابتن بيتا المدير الفني طبعا. غير التعريف للفريق الاول السكه الحديد بوجه له تحياتي طبعا، صباح الخير. تمام. بس يعني كان عندي ظروف الماديه مفيش، ما سمحتش. تمام. منتخب سوهاج طبعا، منتخب ده يعني طبعا انت عشت 3 سنين منتخب سوهاج وانت من سوهاج، فطبعا عايزين نعرف اهم التفاصيل. اهم التفاصيل يعني سوهاج طبعا ارتحت نفسيا مع اللعيبه ومن مع المدرب الفني ومع اصدقائي في الفريق. بما انك ساكن في القاهره، ولكن لعيب الكوره يا جماعه زي ما قلنا لا لا بيعتقش اي هم، المهم ان يلعب كوره. اكيد طبعا يا كابتن، ما كنتش ببص على الحوار المادي ده في المنتخب، ان انا كنت مرتاح شايف راحتي في المنتخب، شايف معاملتي في النادي هناك كويس مع المدرب مع الاداره. خدت هداف البطوله قد ايه؟ انت خدت 3 سنين منتخب سوهاج، خدت هداف البطوله كام سنه؟ سنتين. السنه الاولى كان كام هدف؟ السنه الاولى كنت يعني فرنج 10. مين اللي كان بيقول لك انت خليفتك يعني؟ مين اللي كان بيشبهك بعمرو زكي؟ مين اللي كان بيشبهك بمصطفى محمد؟ عندي يعني كابتن رمضان، كابتن رمضان احمد جاد، تمام. وكابتن جمال السيد لما رحت ام بي طبعا ادتني دفعه جامده. كان في جلسه بينك وبين الكابتن ماهر همام، من اقوى الحاجات اللي ادتك الدافع طبعا. عايزين نعرف اهم الكواليس اللي بينك وبين الكابتن ماهر همام، خصوصا ان انتوا جيران. قول لي دي كانت نقطه تحول من الانتاج الحربي لنادي كبير زي ام بي، برغم ان هم كانوا محتاجينك، ولكن قول لي ايه اهم الكواليس اللي دارت بينك وبين الكابتن ماهر همام؟ كابتن ماهر طبعا نجم نادي الاهلي ونجم منتخب مصر يعني، وكابتن يعني اداني دفعه جامده واحنا قاعدين في اوضه مغلقه بينه وبين الكابتن ماهر. محمود انت لعيب كويس ويعني وبتدوس لعيب ليك شخصيه جامده في الملعب. قلت له يا كابتن يعني لعيب الكوره ما بيحبش يقعد يعني أو لو ما كانش ليك دور الفتره دي، ما كانش ليا دور فعلا. قال لي طب يعني انت ممكن ربنا يكرمك هتاخد فرصه. قلت له يا كابتن عارف ان هبقى مش ليا دور، هشوف يعني حته احسن، وطبعا ده الانتاج بيتي ومكاني. ايوه الانتاج كلمك بعد ما خلصت السيزون بتاع السكه الحديد، تمام. ايه اللي دار في انت كنت ايه اللي كان في حد كلمك؟ كان تقريبا الكابتن فهد او الكابتن حديدي كلمك في ايه بالظبط؟ ايه اللي دار عشان تروح الانتاج تاني؟ كلمني يا محمود احنا محتاجينك، انت لعيب كويس ولازم يعني ترجع. قلت له طيب يا كابتن طبعا في عندي حاجات في النادي ولازم برضه لازم ارجع له، انه كابتن برضه محتاجني، وبرضه الناس يعني زي كابتن ماهر وكابتن حديدي ادوني دفعه جامده. هتدخل في كواليس يعني بعض الكواليس عندك، انا سمعت ان في عروض جايه لك، 4 عروض داخل مصر وفي عرض خارجي. عايزين نعرف اهم العروض يعني اهم تفاصيل العروض يا محمود. في مصر ما ينفعش الانديه، 4 انديه المصريه ما ينفعش ان شاء الله. طب دوري ممتاز؟ ان شاء الله. طب نقدر نعرف؟ لا
لا شهر 8 ان شاء الله يا كابتن كريم، اول واحد طبعا هتكلم مع حضرتك شهر 8 هتكلم. جالك عرض خليجي، ما تقوليش عرفت منين، عايزين نبدا الجمهور يعرف كل حاجه عن محمود. العرض الخليجي جه منين، من الامارات ولا الكويت ولا جه منين؟ اول عرض ممكن اقوله لك، بس الثاني ده اساسي طبعا. طبعا اول عرض نادي القاهره الكويتي في الكويت، الجار الكويتي طبعا. بس والتاني طب شهر 8 برضو العروض اللي هنا في مصر. طب يعني يا عم خلينا بقى اللي احنا ايه، بص بقى يا كباتن خلينا احنا نمشي هوقعك في الكلام واحده واحده زي ما بيقولوا كده، عامل عليك مذيع شاطر. تمام. لو اتعرض عليك انك ترجع الانتاج من تاني طبعًا. جاوب عليها بنعم او لا. نعم طبعا، الانتاج بيتي ومكاني وانا تحت امر النادي في اي وقت طبعا. لو اتعرض عليك انك تلبس شيرت النادي الاهلي، بما انك زي ما شفنا في التقرير زملكاوي، ووالدتك كانت بتكلم الحاجه وهيبه كانت بتقول لي عايزك تلعب في الزمالك، لو اتعرض عليك انك تلعب في النادي الاهلي؟ وانا زملكاوي بس يعني الاهلي طبعا نادي كبير ونادي محترم، واي واحد يتمنى يلبس قميص الاهلي طبعا ده شرف كبير ليا اني البس قميص الاهلي والعب في نادي الاهلي برضو. هتلعب ولا يبقى عندك انتماء؟ ولا انت تشتغل بفكر احترافي شويه؟ احترافي اكيد طبعا يا كابتن كريم. الاحتراف ما يعرفش تيشيرت ابيض من احمر اكيد من... طبعا. طيب محمود، اهم التفاصيل يعني اهم الكواليس اللي عندك في حياتك الشخصيه الفتره دي، كان عندك تقريبا كنت خاطب لسه، لو جالك عرض بين الامارات ما بين السعوديه ما بين الكويت، ايه دنيتك؟ هتسافر؟ انت حابب انك مأجل فكره الاحتراف دلوقتي ولا ممكن تحترف الفتره دي؟ ان شاء الله الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه ناوي الاحتراف ولا ناوي تكمل في مصر؟ لا لا احتراف ان شاء الله. شايف افضل مدير فني كان بيتولاك مين؟ طبعا كابتن غادة ابو الحسن هو المدير الفني. افضل لعيب كوره بتحبه او كنت شبيه ليه؟ طبعا كابتن عمرو زكي. من الاهلي؟ من الاهلي عماد متعب طبعا. طبعا كابتن عماد متعب حد من الشخصيات اللي كنا قاعدين مع بعض من فتره وكنا بندردش برضه. محمود، لو جالك عرض انك تسافر مثلا بعد ما ربنا يخلصنا بس من الوباء اللي احنا فيه ده يا رب وتعدي الازمه دي على خير، لو جالك عرض انك تسافر وتستقر بره مصر، هتقدر تروح وتقدر تقاوم؟ ان شاء الله اكيد. ده اولا لازم اقدم المشيئه، ربنا هو اللي قادر بكل شيء. محمود، ايه اللي انت حابه الفتره اللي جايه يبقى موجود معاك؟ طبعا والدتي. طيب عايزك تديد وشك للكاميرا وتوجه رساله لاي حد انت حابه او انت عايزه. طبعا انا الحمد لله يعني بفضل ربنا ان انا الناس كلها بتحبني وبحب الناس، ده يعني ده الحمد لله عند ربنا، وربنا طبعا خليني لاخواتي ووالدتي وخطيبتي واهلي طبعا. محمود بشكرك شكرا جزيلا نورتني، ولنا في اللقاء عوده باذن الله ان شاء الله. جمهور العزيز جمهور الجميل، بشكركم على صحيانكم بدري، بشكركم على متابعتي، واتمنى الدعم ليا الفتره اللي جايه. اهم الكواليس اهم الملفات، فانتظرونا ببرنامج الكوره مع كريم في كل ما هو جديد في جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.